لقطة الأسبوع النهاردة هي حالة إنسانية جميلة جدا ورائعة شهدتها شوارع المغرب أثناء انتظار مرور حافلة منتخب أسود الأطلس، وسط حشد كبير جدا من الجمهور المغربي تصفيق عند مرور عمال النظافة في هذا التوقيت، ونالوا تحية كبيرة جدا من كل الجمهور، والحقيقة مشهد جميل بينم عن الاحترام والتقدير الإنساني. وبكده يعني إحنا بنشوف العظمة من المغرب بشكل عام، سواء من لاعبي المغرب اللي هم بيتكرموا من الملك محمد السادس، الملك محمد الخامس عفوا، جابوا والدتهم معاهم، وكمان اثناء البطوله اداء رائع، ولكن ما نسيوش ايضا الناحيه الانسانيه عفوا، من خلال مرور عمال النظافه زي ما حضراتكم شايفين كده، حيوهم كانهم اللعيبه، يعني كانهم اللعيبه فعلا. يعني كانت لقطه انسانيه رائعه جدا 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 من جمهور المغرب. المغرب بصراحه ادتنا دروس كتير جدا من اول كاس العالم لحد حتى بعد ما كرموا اللاعبين.